قصائد وأشعار في مدح الرسول وفي الأذكار والسماع الصوفي أطربت مسامع جمهور مدينة سلا بإيقاعات متفردة ومواويل وإنشادات ارتبطت بالمرجعية الصوفية لهذا الفن العريق، وذلك في اختتام فعالية الدورة 13 لمهرجان مقامات تحت شعار ألوان التعبير وعراقة الأمكنة، التناغم، التكامل. أمسية اليوم هي تتويج لمسار يتعلق بتوظيف التراث المادي لسلا إلى جانب التراث اللامادي ليكون معا رافعة حقيقية لتنمية ثقافية سياحية اقتصادية في مدينة سلا. وجودنا اليوم في فضاء يطل على نهر أبي القراق، الاحتفاء بواحد مجموعة من الفنانين من مدينة سلا في هذا المهرجان، مهرجان مقامات في الدورة 13 ديالو، يعني واحد الاحتفاء اللي كنحسوا حنا بأنه من واحد مستوى عالي، لأن مهرجان مقامات بالتراكمات ديالو ديال عبر هالسنين ديال 13 سنة، وبطبيعة الحال اللي كتنظموا جمعية أبي القراق، الجمعية اللي الصيت ديالها على المستوى الوطني والدولي. وعرفت هذه الاحتفالية المهداة إلى الزاوية التهامية السلاوية كعربون شكر وتقدير لها على الأدوار الكبيرة التي تقوم بها من أجل تثمين السماع الصوفي. عرفت توزيع أدرع التكريم على نخبة من المبدعين بمدينة سلا، وذلك بمشاركة أبرز المنشدين والموسيقيين في فن السماع الصوفي.